إذا هلا هون بدلنا هذا الثيرستر اللي إحنا رسمناه بس حتى نفهم طريقة تركيبه ورسمناها المرة الماضية حطينا بي إم بي وإم بي إن وصرنا ندمجهم مش هيك؟ دمجناهم وبعدين طلعنا واحد من التيرمينالز اللي هون صار هو الجيت وهي عبارة عن بي إن جنكشن بين الجيت والكاثود اللي هي نفسها بي إن جنكشن اللي موجودة هون. بعدين بعمل له تريجرينج فخليني أفترض إني عملت له تريجرينج وخليت البلس أون لحد قديش؟ لأيمتى بخلي البلس أون؟ لحد ما يوصل اللاتشين كارد. وانا في هون عندي اميتر مثلا حاطط انا اميتر وراقبت الكرنت لما شفت الكرنت وصل 80 ملي امبير او اكثر شوي شمس في البلس نزلتها. لما نزلت البلس ضل هذا في الاون ستيت فهون عندي عماله عم بمر كرنت وهذا السويتش كانه مسكر الان. رغم اني شلت الان السبلاي او الكرنت هون عن الجيت فتحته هذا ضل بالاون. هلا كيف في طريقه سهله اني اطفيه؟ هذا عندي فاريبل الريزستور، شو ببدا بعمل فيه؟ ببدا بزيده شوي شوي، احنا بنفترض انه هذا الريزستور قليل بحيث انه بمر اكثر بكثير من اللاتشين كارنت، يعني خلينا ناخذ شويه ارقام، خليني افترض انه هاي 200 فولت، وخليني افترض انه ار ال بتساوي 10 اوم. هاي باور ديفايسز، عم بحكي هون عن باور ديفايسز، مش المقاومات اللي بنستعملها في المختبر بالالكترونكس، إذا هون قديش الكرنت اللي عم المفروض يمر عندي هون إذا أهملت الفورورد فولتج اللي موجود هون؟ 20 أمبير. المفروض هذا يعطيني هون هلا 20 أمبير. لو الآن بديت أزيد هذه المقاومة ضليت أزيدها باستمرار لحد ما هذا الكرنت نزل لقيمة مقدارها أظن بالديتا شيت بقوله 60 ملي أمبير. هذا هولدينج كرنت. في فرق بين لاتشينج كرنت هولدينج كارت. عادة مين أعلى لازم يكون في ديفايس؟ لو جبت ديفايس وطلعت عليه مين لازم يكون؟ لاتشينج. يعني أنا بضل أزيد 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 لحد ما يعمل لاتشينج بضل أون. هلا حتى لو نزلت شوي ما بطفي. إمتى برد بطفي مرة ثانية؟ لما أنزل للهولدينج. خليني أفترض إنه قيم بديش أحط الرينج كامل، راح أفترض إنه هاي 80 وهاي 25. هلا بنشوفهم بالديتا شيت بنشوف القيمة أو 15. هلا هذا إن كان نرسمه راح احط هون اي انود راح اسميه الانود كارنت راح نسميه الانود كارنت اي انود وهون راح احط ستيت كم ستيت له الثيرستر؟ تو ستيتس اللي هم لا هون احنا تنين بنحكي شو هم؟ بطلنا في اكتف ريجن ما انا الاكتف ريجن مش قادر اقعد فيه مزبوط؟ هل بقدر اضل قاعد في الاكتف ريجن؟ لانه البوزيتيف فيدباك شو عم بيجبرني؟ يا بخلي لاحظوا البوزيتيف فيدباك بخلي السيستمز انستابل يا باخذها تماما للاون ستيت يا برجعها تماما للاوف ستيت بسبب البوزيتيف فيدباك اللي موجود هون في بوزيتيف فيدباك له لذلك هون ما فيش عندي غير تو ستيتس اللي هم اون واوف. هلا بديت انا ازيد انا او شغلت الجيت كرنت وبدا يزيد الانود كرنت. الانود كرنت ايمتى السيستم بتحول لاون؟ لما يوصل اللاتشينج. عند اللاتشينج شو بصير الستيت تبعت ال اون؟ هلا طبعا اذا زيدت قد ما يزيد الكرنت بعد هيك بضل بالاون. هلا وجيت بنزلت ايمتى برد بطفي مره ثانيه؟ عند الهاي. ايش لازم احط على هاي الرسمه حتى تنفهم مظبوط؟ في شيء ناقص منها؟ اسهم. تمام احسنت. اذا عندي هذا السهم بحطه هيك وهذا السهم بحطه هيك، شو بنسمي هاي الظاهرة؟ هيستريسيس. هيستريسيس، هيستريسيس موجودة في كثير سيستمز، الريلي راح تلاقي فيها هيستريسيس. كل بيعرف شو الريلي؟ زي سويتش. زي كويل، والكويل بحرك السويتش بسكر وبفتح، هذا الكويل في له لاتشينج أو في له بولينج بنسميها هناك وفي له هولدينج. والهولدينج عادة بكون أقل من البولينج، إذا هذه هون هي السهم تبعها هيك. نعم تفضل. سمحت البي دبليو ام ايش فائدته بالضبط؟ ما فهمتش كثير. لسه البي دبليو ام خلي بعدين راح اشرحه بالتفصيل، راح اقضي عليه فتره منيحه. ما تهتم فيه هون، هذا فاهمه اللي عملناه هون؟ ماشي. بس هلا اللاتشينج يعني ممكن في حاله معينه يعني تعدى اللاتشينج كرنت التيار الدافئ ممكن يكون اكبر من اي ال ولا لا؟ هو بوصل لاي ال وعلى طول وراح يزيد كثير عن اي ال. انت تطلع قديش الكرنت وصل هون اللود كرنت الانود كرنت قديش وصل هون؟ 20 امبير مش هيك؟ 20 امبير اكبر بكثير من اللاتشينج كارنت 80 امبير، خلص بضل اون. هلا ايمتى بطفي؟ لو بديت ازيد هاي المقاومه،
بطريقه معينه صرت ازيد هاي المقاومه، ضليت ازيدها لحد ما الكرنت نزل، مش بيقدر ينزل ل 80 ملي امبير اذا زد عفوا ل 25. مش راح يثبت عند 80 ملي امبير. لا 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 لا، هو بس بقول انه انا بدي على الاقل 80 ملي امبير اور مور عشان اعمل لاتشينج. اذا خلص هاي موجوده خلص عملت لاتشينج. هلا امتى؟ هلا حتى لو نزلته تحت ال 80 ملي امبير هو صار خلص عمل لاتشينج، ما راح يطفي يعني، لانه هو في ستيتس هاي. هي الاختلاف بالهستريسيس، انه العلاقه بين الانبوت والاوتبوت بتعتمد على الستيت الحاليه. اذا انا بالستيت العاليه ما راح اطفي، ما راح اتحول غير هيك هون. اذا انا بالستيت الاوف ما راح اتحرك غير هون. الهستريسيس بيعتمد على الدايركشن تبع، وراح تشوف الهستريسيس موجوده في اشياء كثيره. ايش في مثال كويس على الهستريسيس كمان موجود؟ بالسياره. بايش؟ ايش بالسياره؟ العدال. يمكن دامبنج، انت بتحكي شوي عن دامبنج. كثير من السنسرز بيجي بيكون فيها في سنسرز. تمام، في شيء مشهور جدا بالالكتروماجنتكس، بي اتش. اخذته البي اتش كيرف، البي اتش اذا يمكن بالترانسدوسرز نحكي عنه او بشيء ثاني نحكي عنه البي اتش كيرف. اذا هون لو ضليت ازيد المقاومه لازم، بس لازم ازيد المقاومه حتى الكرنت ينزل لوين؟ ل 25 ملي امبير. اذا وصل ل 25 ملي امبير ايش بصير؟ بطفي. في طريقة تانية كان اني اطفي، ايش كان ممكن اعمل؟ مش كان ممكن احط انا سويتش يدوي هون؟ ماشي. ماشي، انا ما بقولك مش الطريقة الصحيحة هاي، بس انا بدي اياك تفهم كيف بدي اعمل له سويتشينج اوف. هلا بعدين انت بتقرر شو الطريقة المختلفة حتى اعمل له سويتشينج اوف الصحيحة في الدائرة. بس انا بقول لو عندي سويتش يدوي وكبسته رح يطفي، مظبوط؟ لو كبست هذا وفتح قديش رح ينزل الكرنت؟ زيرو. زيرو. منزل الكرنت لزيرو رح يطفي السيستم، بس انا في الواقع ما رح اعمل هيك، ما رح اطفيه بهذا الشكل. ممكن يكون عندي ترانزستور هون. عندك ايش؟ ترانزستور. هلا عادة بيستخدموا في دوائر محددة بيستخدموها حتى تعمل نعم كومبيتيشن. حطينا نيجاتيف فولتج على البيت. هذه الطريقة الثانية، بس خليني اركز هلا على الطريقة الأولى. لو أنا أخذت الكرنت هذا، في طريقة ثانية أخلي الكرنت هذا يمر، أجبر الكرنت يمر، أعمل له بنسميها كومبيتيشن. اذا اول طريقه، خلينا نحط اول طريقه methods of switching off. reduce the anode current نزل الانود كرنت تحت الفاليو، تحت الفاليو اللي هو الهولدنج فاليو. اذا نزلت الانود كرنت تحت الهولدنج فاليو راح يطفي الثايرستر او السيارة. هلا احيانا احد الطرق اللي بتصير انه قدرت الاقي دائره ثانيه، قدرت الاقي دائره لو سكرتها من هون الكرنت بدل ما يمر في فالاس سي ار وين بمر لفتره بسيطه، وين بمر في هاي الدائره. اذا خليت هذا الكرنت يمر في هاي الدائره لفتره بسيطه شو بصير بالثايرستر او الاس سي ار؟ بطفي. بعدين اذا رديت طفيت هذه الدائره ما برجعش بيشتغل الاس سي ار مره ثانيه. هاي بنسميها كوميتيشن، عمالي بحول الكرنت من دائره لدائره. الطريقه الثانيه اللي انت حكيت عنها ايش هي؟ نيجاتيف، بحط نيجاتيف اي كي فولتج او نيجاتيف بليس نيجاتيف ريفرس فولتج او اون اي كي. ايش اي كي؟ انود كاثود. فعلى انود كاثود بدي احط نيجاتيف فولتج لفتره زمنيه كافيه، وهي بطلع عليها من الداتا شيت، بحيث انه هذا السيستم، بحيث انه الاس سي ار يطفي، بس تكون فتره كافيه بحيث انه يعمل سويتشينج اوف. هذول هم الطريقتين، هذول الطريقتين مستعملتين عشان اطفي هذا الاس سي ار بعد ما يكون اشتغل.